كما تتبعتم ناقش او تدارس مجلس الجهة كثيرا من النقاط المدرجة في جدول اعماله، ما يهمنا فيها ما هو منصوص عليه في القانون راكم كتعرفوه، اللي هو طبعا التقرير الاخباري اللي كيقدمه رئيس الجهة مقتضى القانون بالضرورة عند بداية الجلسة، كذلك العرض المحضر ديال الدورة السابقة على المجلس، وبعده طبعا النقاط المعروضة للدراسة والمناقشة، بالإضافة إلى ما يمكن تسميته بالمسائل التنظيمية. ما يهمنا هو مشاريع الاتفاقيات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها كما لاحظتم، وهذا أمر أعتز به شخصيا، وهو اعتزاز لكل مكونات مجلس جهتنا سواء منتخبين أو إدارة أو وكالة تنفيذ مشاريع. تصويت بالإجماع يعني أن الأمور جاهزة للدراسة، كانت جاهزة للدراسة، مستوعبة من طرف جميع أعضاء المجلس، تم تدارسها من جميع النواحي مع من يجب من الشركاء ومع من يجب من الإدارة اللامركزة، وبذلك تمت المصادقة كما قلت على 11 اتفاقية. هذه الاتفاقيات إذا بغينا نعطيها عناوين، منها ما هو ذو طابع ثقافي، ومنها ما هو ذو طابع اجتماعي، ومنها ما هو ذو طابع تنموي بنيوي، ومنها أيضا ما هو يهم العلاقات الخارجية ديال الجهة ديالنا مع الشركاء ديالنا خارج أرض الوطن. أكيد أن هذه المشاريع ديال الاتفاقيات كلها سواء الصنف الأول أو الثاني أو الثالث منها، إنما تهم وتصب في اتجاه التنمية الجهوية وفقا لما حدده طبعا الدستور، ووفقا لما حدده القانون، ووفقا ونتمنى أن نكون بذلك قد ساهمنا في الاستجابة لبعض طموحات مواطنين بهذه الجهة، وساهمنا في تنمية وطننا، ونتمنى أيضا أن نكون بذلك قد استجبنا لتطلعات وتوجيهات جلالة الملك نصره الله وإيده بهذا الخصوص، خاصة فيما يتعلق خاصة ما يتعلق بالتنمية الشاملة بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نادية البحيح رئيسة لجنة المرأة والشباب والرياضة بجهة فاس مكناس، عقدت اليوم الدورة العادية لجهة فاس مكناس قصد المناقشة والمصادقة على مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الجاهزة المنجزة من طرف الجهة، وبهذا الصدد تم انتخاب عضو ممثل لجنان السبيل. يشرفني أن أمثل هذه المعلمة التاريخية لمدينة فاس بعد انتخابي واختياري لهذه المهمة التي أنا شخصيا أعتبرها تكليفا وليس تشريفا. وبهذا أتقدم بجزيل الشكر للسيد الرئيس وكل أعضاء المجلس لاختياري وتكليفي بهذه المهمة، وأخص بالذكر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار اللي وضع الثقة ديالو فيا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.